ولسه بنتكلم مع حضراتكم عن يمكن المبادرات اللي بتاخدها الدول او حتى الاشخاص للفت الانتباه لتغير المناخ. ومن الحاجات دي كمان السباح الدولي الانجليزي المعروف لويس باج، المعروف باسم راعي المحيطات بالامم المتحده، وصل مدينه الغردقه بعد عبوره اكثر من نص الطريق لاول رحله سباحه بتقطع البحر الاحمر افقيا. الرحله بدات من شواطئ السعوديه مرورا بمدينه شرم الشيخ وصولا لشواطئ الغردقه. خلونا نشوف عمل ايه في التقرير اللي جاي. الراجل ده راجل تابع الامم المتحده معتمد، يعني اللي هو من الناس اللي بيحافظوا على المحيطات، وان هو علشان يقطع المسافه بين الشاطئ الشرقي والغربي للبحر الاحمر دي حاجه مهمه جدا، من الساحل السعودي للساحل المصري. هدف الرحله دي في الاساس واللي خلى هبكه والجهات اللي تعملها لاهداف عديده، الهدف الاساسي ان هو بي 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 بيحط او بيلقي الضوء على اهميه مكافحه تغير المناخ. الحاجة التانية واللي ذات أهمية قصوى إن هو بيدي رسالة للعالم إن موارد البحر الأحمر وخصوصا الشعاب المرجانية فيها ذات قيمة عالية جدا، سواء قيمة كتراث حضاري وإنساني أو قيمة بيئية أو قيمتها كمصدر اقتصادي عايش عليه مئات الملايين من البشر في مختلف أنحاء العالم. ودي صنفت كنظم بيئية داعمة للحياة في البحر وعلى كوكب الأرض، فبالتالي خسارتها لو نعرف ان هو لو ارتفع درجة الحرارة من 1 لـ 1.5 درجة ده ممكن 70 لـ 80% من الحيود المرجانية في العالم هتختفي. لكن بعض العلماء والنظرة التشاؤمية انه في نهاية هذا القرن سوف تختفي الحيود المرجانية من العالم، وبالتالي ان الحيود المرجانية في مصر تكون امل لهذه النظم البيئية الحساسة والهامة في العالم اقتصاديا وعلميا وتراثيا. لازم ده احد التحديات ان احنا لازم نبذل قصارى جهدنا لحمايه هذه الشعاب، وبقت ما اصبحت ليست يعني مسؤوليه مصر فقط، لكن دي مسؤوليه انسانيه وعالميه للحفاظ على هذا المورد الطبيعي. النهارده طبعا الحدث ده حدث مهم جدا لان هو بيلقي الضوء على التغيرات المناخيه، بيلقي الضوء على الشعاب المرجانيه في البحر الاحمر كحيود مرجانيه، آخر ملجأ للشعاب المرجانية متبقي في العالم، زي ما علماء المناخ بيتكلموا أنه ارتفاع درجات الحرارة يعني قضى على 50 إلى 60% من الشعاب المرجانية في العالم. السيناريوهات والتنبؤات بتقول أنه إذا استمر ارتفاع درجات الحرارة ده قد يقضي على معظم الشعاب المرجانية في العالم. نتمنى إن شاء الله أنه العالم يتوافق على في مؤتمر المناخ القادم على إجراءات تحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي هذا يخدم البشرية، لأنه زي ما العلماء بيقولوا أن 8% من سكان العالم حياتهم ومعيشتهم قائمة على الشعاب المرجانية، وأنه في 100 دولة من الدول النامية أيضا اقتصادها قائم على الشعاب المرجانية. احنا عندنا شعاب مرجانيه زي محميه راس محمد اللي هو تقريبا احسن محميه في العالم كلها تلاقي فيها الشعاب المرجانيه، فقرروا ان احنا نعمل عومه طويله جدا ممكن تقريبا ما حصلتش قبل كده، ممكن دي الاول في العالم ان انت تعوم اكروس البحر الاحمر كله. فكانت الفكره حلوه جدا وان يحصل فيها تواصل ما بين دول كتير، ما بين مصر وانجلترا وجنوب افريقيا والسعوديه، ان يحصل فيه التعاون ده كله. ففي سباحين من مصر زي دكتور زي باشمهندس نبيل ابراهيم وزي انا ودكتور لويس، وكان في معانا مشاركه سعوديه في الاول في جزء بسيط جدا في مضيق طيران بالظبط كده حضرتك. كانت البدايه من مضيق طيران، بعدين شرم الشيخ، بعدين محميه راس محمد، بعدين بنعدي على النقط اللي فيها الشعب المرجانيه عشان يتم تصوير الشعب المرجانيه اللي في مصر وتتعرض في فيلم ان شاء الله يتعرض في مؤتمر المناخ. وبعدين مرورا بقى الصعوبات اللي كانت اصعب نقطه كان خليج السويس وممر الملاحي، ان خليج السويس يعتبر يعني اهم مجرى ملاحي في العالم كله، فكانت صعبه جدا ان هو يعتبر زي بحر مفتوح اكتر، فالسباحه فيه صعبه جدا مع وجود السفن الشحن اللي موجوده طبعا رايحه ليل نهار كل يوم رايح وجاي في خليج السويس. والحمد لله اول ما عدينا المجرى الملاحي الدنيا ابتدت تبقى اسهل وخلاص احنا في الغردقه. انا دائما كان نفسي اسبح من السعوديه لمصر، وقررنا انه نخوض هذه التجربه والحمد لله قدرنا نخوضها. المكان اللي انا سبحت فيه
شوية كان خطر عشان الشاركس، بس الحمد لله قدرنا. كان مضيق تيران، وهذه المنطقة دوب عرفت إنها أعمق منطقة في البحر الأحمر، طولها عمقها 2 كيلو، والكمية الشاركس هناك كثيرة، والحمد لله الله حفظنا. رسالة بنوجهها لمصر كلها والعالم كله إنه الرياضة حاجة جميلة، بلدنا جميلة جدا، لازم نحافظ على البيئة بتاعتنا، وطبعا ده اتجاه واخدها الدولة، وعايزين ننمي السياحة، فهو حدث منه حتة فيها بيئة وحتة فيها سياحة، إن برضو بتصحصح الدنيا، واتنين مصريين بيعوموا مع الراجل وكده، فكان نضيف عندنا في بلدنا برضو، مش كده ليه؟ بس فإن شاء الله خير.